اسمي شمس ديريك، محافظة الرقة. نحن اليوم بأكاديمية عسكرية، أكاديمية شهيد أبونا عنترية. هاي الأكاديمية اختصاص عسكري تمشيط أوبراسيون. هاي الأكاديمية فيها يعني اختصاصات كثير من ضمن الأسلحة، فيها المتوسطة، فيها الخفيفة، فيها البعض من الأسلحة الثقيلة. طبعا هاي دورة مو عسكري يعني بحت أو عسكري كامل، بس لا، هاي الأكاديمية بتضم الإيديولوجي وبتضم العسكري كمان. الهدف من هذا التدريب تقوية شخصيتنا، إرادتنا، معرفة ذاتنا، شقد في عنا إرادة، شقد في عنا مقاومة. ضمن التدريب هذا كلياته مثلا عم نتعرف على حالنا وعم نضيف من ضمن هذا التدريب لشخصياتنا كمان. هاي الدورة يعني لها إمكانيات كتير عالية، المستوى الموجود مو مستوى قليل، المستوى قوي كتير. يعني هذا الشيء بنشوفه بضمن الحياة، واضح بالشخصيات اللي موجودة كيف عم تتغير. يعني التدريب بشكل عام هذا له دور كتير كبير على شخصياتنا. الأكاديمية هاي عطت روح جديدة للمرأة، خاصة مثلا بالشمال شرق سوريا، كمرأة عربية عطت روح جديدة لنا، شيء غريب علينا، شيء لأول مرة بنشوفه. حسينا بمعنى الحياة الجديدة. طبعا روح العسكرية اللي صارت موجودة فينا أو اللي يمكن كانت موجودة فينا أصلا ولقيناها طالعناها لبراتنا، ضمن هذا التدريب يعني الأشياء اللي شفناها واللي تعرفنا عليها صرنا نسأل حالنا إحنا وين كنا عايشين، بأي مجتمع كنا عايشين، وين كنا مخبين حالنا أو وين المجتمع كان مخبينا. لقينا مثلا المقاومة الموجودة عنا، الإمكانيات الموجودة بشخصياتنا، الطاقة الموجودة بشخصياتنا، وين كانت، ليش كنا مخبينها، ليش كنا قامعينها، تحت أي مسمى. ضمن هاي الدورة يعني هاي الأشياء كلها اختلفت. مثلا اليوم الإرادة والمقاومة الموجودة بهالتدريب هذا فينا نقول مستوى بحد ذات، كلمة مستوى، مستوى مستوى عالي ورفيع. يعني فينا نقول إنه من المستوى الرفيع لأبعد الحدود. الإمكانيات اللي صارت هون يعني كمستوى شمال وشرق سوريا مستوى كتير عالي، ورح يعطي نتيجة أعلى كمان. على قد مثلا شقد في هون لقينا مثلا التدريب هذا جهد وتعب عطينا، على قد ما رح يكون الإعطاء لقدام أكبر وأقوى، ورح يكون الأساس والمبدأ أقوى أكتر، فرح يكون الرد على أي شيء بيجينا رح يكون أقوى أكتر. هذا الشيء اللي حبينا نقوله بسبيل التدريب اللي نحن عم ناخده. تدريب مهم كتير. طبعا هذا التدريب ما إجا عن فراغ، ما إجا عن عبس، هذا كله نابع من فكر القائد، فلسفته، الشيء اللي قدم لنا إياه، الشيء اللي عطانا إياه حتى قدرنا نفوت بهيك دورة. مين كان يتوقع مثلا مرأة عربية تدخل بأكاديميات وتشوف كل هالأسلحة وتشوف كل هالإمكانيات وهالطرق العسكرية؟ وين كان هذا الشيء موجود؟ وين كنا نعرف شيء اسمه إيديولوجيا ولا فكر ولا سياسة ولا هاي المصطلحات كلها ما سمعنا فيها من قبل؟ ضمن هذا التدريب مثلا تعرفنا على مبدأين، المبدأ السياسي المبدأ العسكري، وأخذناها وطبقناها ولازمنا عم نطبقها ورح نضل نطبقها لحتى ناخذ كل شبر راح من أراضينا وكل نقطة دم راحت لشهدائنا لحتى نرجعها. هذا الشيء رح يضل مستمر، والمقاومة رح تضل مستمرة لآخر لحظة. طبعا كله من نقطة واحدة اللي هي كانت الأساس، هي قائدنا، ومشانه رح نكمل للأخير. هاي أكبر رسالة فيني أقولها لكل مرأة عربية عم تسمعني اليوم وعم تشوفني اليوم. دام اليوم في مرأة عربية عم تقدر توقف، أنت كمان بالبيت فيكي كمان تقدري توقفي. هذا الشيء اللي حابة أقوله بهالمكان.